من المتوقع أن يكشف الرئيس الأمريكي اليوم عن مشروع إنفاق بقيمة 6 تريليونات دولار يشمل خططا سبق له الإعلان عنها. يشمل هذا المشروع ما قيمته تريليوني دولار مخصصة لتحديث البنى التحتية في الولايات المتحدة وما يقارب 1.6 تريليون لتطوير التعليم والقوة العاملة. وفي هذا السياق قالت وزيرة الخزانة الأمريكية خلال جلسة استماع في الكونغرس إن خطة الرئيس بايدن المنتظرة للإنفاق سترفع الدين العام القياسي إلى مستويات أعلى ولكن تبقى ضمن نطاق إمكانات الولايات المتحدة. ومن واشنطن ينضم إلينا مراسلنا عماد الرواشدة. عماد أهلا بك. إذا هي أكبر ميزانية منذ الحرب العالمية الثانية، فيها عناوين كبيرة، ماذا يقول عنها الاقتصاديون؟ كيف يتفاعل معها أعضاء الكونغرس؟ وأيضا كيف يتفاعل أصحاب الشركات الكبرى ورؤوس الأموال مع توقعات زيادة الضرائب؟ هناك بطبيعة الحال انقسام كبير بين الديمقراطيين والجمهوريين حول هذه الخطة. كالعادة طبعا الجمهوريون يرون بأن هذه الخطة ستزيد أعباء الدين على الولايات المتحدة، وأن الرئيس بقراره أن يمول هذه الخطة من خلال رفع الضرائب على الأثرياء، نتحدث عن معدل دخول 400 ألف دولار في السنة فما فوق، وأيضا الشركات الكبرى. هذا القرار برأي الجمهوريين سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وليس العكس، وأن الحل الوحيد لتحسين أوضاع الاقتصاد هو دفع الناس للعمل. هناك تقارير أشارت مؤخرا إلى أن، وأشار إلى ذلك بايدن نفسه حين قال بأن هناك مشكلة في أن بعض الأشخاص تتوفر لهم فرص عمل لكنهم لا يرغبون بالعمل بعد أن أصبحوا يتلقوا مجموعة من الإعانات من الحكومة. الجمهوريون يرون ذلك أيضا، يرون بأن إعطاء هذه الإعانات زيادة الإنفاق من خلال زيادة بدلات البطالة أو رهونات العقارية، كل ذلك يؤدي إلى تقاعس الناس عن البحث عن عمل وبالتالي تباطؤ الاقتصاد، وأن الحل هو في دعم الشركات الكبرى لتشغيل الناس أكثر، عدم إعطاء حافز للناس للجلوس في بيوتهم. بطبيعة الحال خطة بايدن ليست فقط حول ذلك، الخطة تشمل التعليم، تشمل رياض الأطفال، هناك خطة لأن يصبح رياض الأطفال مجاني في الولايات المتحدة وهي مهمة بالنسبة للنساء تحديدا، النساء العاملات. هناك أيضا حديث عن زيادة الإنفاق لبرامج الرعاية الصحية للكبار، ميديكير وميديكيد أيضا، وبطبيعة الحال الضمان الاجتماعي. هذه الخطوات يتم النظر لها من قبل معارضي الرئيس باعتبارها خطوات أميال لليسار، وبأنها تخالف قيم الولايات المتحدة الداعية لتدخل أقل ومحدود ومقنن للدولة في الشأن الاقتصادي وفي الحياة العامة. لكن بطبيعة الحال الأثر الذي خلفته الجائحة على الولايات المتحدة ليس بسيطا، وكثير من الاقتصاديين الديمقراطيين يعتقدون بأن هذا الأثر لن يزول في سنة واحدة نعم، بعد أن يتم صرف اللقاح للجميع، لكن سيحتاج وقتا أطول، وبالتالي على الرئيس أن يتخذ مثل هذه الخطوات. وأن الدين بالأساس كان كبيرا في عهد ترامب وأنه لم يزد بالمقدار الذي يصوره الجمهوريون. شكرا لك جزيلا عماد الرواشدة من واشنطن، شكرا لك.